اكدت المملكه المغربيه التي يراس عاهلها صاحب الجلاله الملك محمد السادس لجنه القدس اكدت اهميه المقترحات التي قدمها الرئيس الامريكي جو بايدن بشان وقف لاطلاق النار في غزه وضمان وصول المساعدات الانسانيه وحمايه المدنيين وعوده النازحين وكذا اعاده اعمار المناطق المدمره. واكد بلاغ لوزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج ان المغرب يامل في ان ينخرط ويلتزم مختلف الاطراف المعنيه في هذه المبادره ويقومون بتنفيذ مختلف مراحلها وشدد البلاغ على ان المملكه تبقى مؤمنه بان اقرار سلام دائم في منطقه الشرق الاوسط يمر حتما عبر حل الدولتين وقيام دوله فلسطينيه على حدود يونيو 67 و وألف تعيش جنبا الى جنب مع دوله اسرائيل